اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم المفضل اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل حلقه بيبقى معانا ضيف، في الضيف دوت بنعرف سر من اسرار مهنته. والنهارده الحلقه بتاعتنا بتدور في اطار الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا. بصراحه ان فيروس كورونا دوت جه مصلحه لناس، بمعنى ان الشغل الاونلاين اصبح في الوقت دوت ليه مصداقيته وفعاليته. بمعنى ان انا كنت بخاف اشتري اي حاجه من على السوشيال ميديا، بتخاف لو كل نفس الخامه ما فيهاش المنتج كويس او كده، لكن بالفتره ديت الحمد لله قدر الشغل الاونلاين يثبت جدارته. والنهارده الحلقه بتاعتي بقى مختلفه، انا النهارده معايا بطله من ابطال فيروس كورونا، بمعنى استاذه مروه ما كانش همها الناحيه الماديه اكتر منها انها تثبت نفسها في الفتره ديت ومنتجاتها بانها فعلا ليها مصداقيه على البيج بتاعها. لما جيت اتواصلتي مع استاذه مروه ما كانش هممها خالص ان هي تطلع عشان تتكلم عن المنتجات ولا اي حاجه، هي كان هممها ان هي فعلا تقول ان هي ان كان في الفتره ديت كانت عامله بمجرد زي جيش، وطبعا الاعضاء اللي حواليها كان كل همهم المستهلك بس، مش كل همها ان هي الناحيه الماديه ولا اي حاجه. ولما شفت الخامات صراحه وشفت المنتجات لقيتها فعلا مطابقه زي السوشيال ميديا، مش تتعرض على السوشيال ميديا وبعد كده اخد اقول مش بنفس المواصفات، لا بصراحه هي استاذه لها كل التقدير والاحترام. اهلا وسهلا استاذه مروه حمدي. اهلا بحضرتك. اقول لك بقى ميرا. حضرتك قولي زي ما انت عايزه. طبعا يا ربي يخليكي. طبعا حضرتك من مسؤول صفحه براندس فاشون، من الصفحات فعلا اللي هي كويسه جدا، اللي هي بتحترم العميل وبتحترم المستهلك، والحاجات بتاعتها في منتهى الروعه. ميرسي حضرتك، ربنا يخليكي. في البدايه عايزه طبعا مشاهدينا الكرام عايزه يعرفوا مين بطله الفتره دي. حبيبتي اهلا وسهلا بيكي. انا طبعا يشرفني وجودي مع حضرتك. ربنا يخليكي يا استاذه، اكيد دي حاجه هتضيف لي، ودايما يا رب ان شاء الله موفقه كده في كل لقاءاتك. يا رب يخليكي حبيبتي. حياتي انا اسمي مروه حمدي، صاحبه بيج اسمها براندز فاشون. هي بتشتغل على اللبس الحريمي اكتر يعني، او بالتحديد اللبس الكاجوال. يمكن معتمده قوي على الاونلاين حاليا، يعني على اعتبار ان هو لغه العصر وتزامنا مع فيروس كورونا والاحداث الجاريه. بس حضرتك انت ما كانش همك في الفتره دي الناحيه الماديه خالص؟ هو فعلا ما كانش همي الناحيه الماديه خالص كاونر. تمام. احنا كنا بنواجه كلنا مشكله كبيره جدا، في ناس كتير اتضررت منها ماديا. بس هيطلعوا بس فاصل عشان الادائين. اوكي يا حبيبتي اتفضلي. ورجعنا لكم تاني مشاهدين الكرام، ولسه مكملين مع أستاذة مروة حمدي. كنا بنتكلم على الناحية المادية. حضرتك قبل الفاصل كنا بنتكلم انت ما كانش همك الناحية المادية، كان كل همك إرضاء العميل. طب توضحي لنا ازاي كده؟ زي ما قلت لحضرتك، هو احنا كنا في توقيت معين اوريدي كلنا متضررين فيه. فلو كنت حريصه بنسبه 100% على الناحيه الماديه كنت كده استسلمت للظروف الراهنه يعني. تمام. فكان لازم استغل الفتره دي او التوقيت ده على الاقل بميزه، اللي هي انا احاول ارضي العميل واعمل سمعه طيبه للبيج بتاعتي، احاول اعرض المنتجات بتاعتي في توقيت فعلا اوريدي احنا كنا فيه في البيت، كلنا كنا فيه معتمدين على الاونلاين بصوره كبيره جدا. فانا بصراحه استغليت الميزه دي في ان انا اكبر البيج بتاعتي، وان انا اعتمد على توصيل الحاجه لحد العميل بصوره جيده. تمام. حفاظا عليه وارضائه. طبعا. بصرف النظر عن الحاله الماديه. ولو اعتمدت فعلا على الناحيه الماديه ما كانش البيج بتاع حضرتك كبر وسمع. بالظبط، وخصوصا في التوقيت ده، لان فعلا كنا متوترين نفسيا، كنا في ظروف في ناس كتيره قفلت المحلات بتاعتها واعتمدت على الشغل الاونلاين. يعني كتير من البراندات اللي ليها اسم طبعا وكلنا عارفينها توجهت دلوقتي بصوره مباشره جدا للتسويق الاونلاين بصوره اوسع وبصوره اكبر، ويمكن احنا حسينا ان هي فيها ميزه اكتر من نزولنا السوق والشراء بوجه مباشر والتعامل مع المكان. تمام. في ظل انتشار وباء. تمام تمام. بدات الشغل الاونلاين امتى؟ والله هو انا اوريدي يعني اشتغلت في المجال ده من 4 سنين، بس كانت البدايه بصراحه مش اونلاين، كانت البدايه ان انا فتحت ستور خاص بيا
ابتديت اكبره، ابتديت اتعامل مع العميل او مع الجمهور فيس تو فيس. بعد كده ابتديت احس ان الناس حابه ان تشوف الحاجه على الطبيعه، تشوفها على موديلز، انت تشوفها على حباها. المانيكين. انا حبيت كده، ابتديت اصور، ابتديت احس ان الموضوع محتاج يتعرض بصوره اكبر. شويه شويه حبيت الاونلاين وحبيت اتعامل معاه، وبصراحه عمل لي عائد كويس جدا سواء ماديا او سواء سمعه طيبه. فالموضوع بالنسبه لي كان اسرع انتشارا شغلي واسرع تمام، انتشارا بس اكيد حد لمنتجاتي. يشجعك. اكيد بصراحه انا ليا صاحبه يعني ليها الفضل بصراحه في الموضوع ده، كانت كتير جدا تقول لي حاولي تسوقي لمنتجاتك، حاجتك كتير حلوه بس ما تعتمديش على الناس اللي ممكن تجيلك لحد عندك، حاولي تمام، تعرضيها بصوره اوضح. بصراحه هي كان ليها الفضل في الموضوع ده، عملت لك بوزيشن كده. بحييها من مكاني. فعلا. طبعا. طب ايه بقى حضرتك، اكيد بدأت الشغل الاونلاين وبدأت المجال التسويق، اكيد في مشاكل واجهتك، لازم. اكيد ايه هو بقى كل المشاكل حاجه دي؟ فيها مشاكل اكيد، بس انا يعني بالنسبه لي هي مش مشكله على قد ما هي حاجه ممكن تعمل سوء فهم او تعمل زعل شويه بيني وبين العميل اللي انا بتعامل معاه. هي ببساطه جدا موضوع الشيبنج، موضوع الشيبنج او اللي احنا بنسميه خدمه التوصيل. كتير قوي من العملاء، هي الحمد لله ما صادفتنيش كتير بس حصلت، كتير من العملاء ممكن يوصلها المنتج اللي هي طلبته واللي احنا اوريدي اتفقنا عليه بصفاته بديتيلز كامله، بالسايز بكل حاجه، مش حابه تستلمه لاي سبب من الاسباب. ده وارد تمام، يعني، ممكن مش حابه شكله عليها، طبيعي طبعا جدا. الستايل مش لايق عليها. مثلا ده وارد جدا، مش شرط اللي ينفع معايا ينفع مع حد تاني، عادي جدا. اي سبب من الاسباب، السايز طلع مش مظبوط، مع ان انا بحاول احل المشكله دي شويه بيني وبينها، طب تحبي ابعت لك سايز تاني، تحبي يبقى فيه بديل، بديل. بحيث تحاولي يبقى فيه بالنسبه لك فرصه اختيار اكتر. فخلينا نفترض ان هي ما استلمتهوش لاي سبب من الاسباب، سواء خاص بيها او خاص بيا. طبعا لو خاص بيا انا ببقى على استعداد تام ان انا اصلح الغلطه اللي حصلت واوصل لها المنتج زي ما هي محتاجاه بالظبط. طبعا انا ما بتكلمش في ماتيريال وما بتكلمش في حاجه، مثلا ما ينفعش هي تطلب حاجه وابعت لها حاجه تانية خالص، لا لا دي كده طبعا، هتبقى مشكلتي مفيش انا. مصداقيه بس طبعا خلينا نفترض ان هي استلمت حاجه اللي هي وقصدي عايزاها وصلت لها حاجه بالظبط. وما استلمتهاش اصلا، بتقابلنا مشكله ايه؟ المندوب اللي وصل لها الحاجه، الشخص ده اوريدي ده شغله، يعني هو بيتلقى عائد على خدمه هو اوريدي قام بيها، اللي هي ايه؟ ان انا وصلت للعميل الحاجه لحد عنده في المنزل، تمام؟ هو تمام. اوريدي الفلوس دي اتصرفت على مواصلات، اتصرفت على بنزين عربيته اللي هو طبعا. رايح بيها. فانا بتواجهني بقى مشكله ان ممكن العميله تتصل تقول لي انا ما استلمتش، فبالتالي مش هدفع مصاريف الشحن. فدي بصراحه اكتر حاجه ممكن تعمل سوء تفاهم شويه ما بيننا. اقول لها ده مندوب وجه لحضرتك لحد عندك قدم لك خدمه، فهو ده العائد اللي هو هو ده اللي المفروض بياخده بيطالب بيه مش اكتر يعني. اكيد. لكن رجوع المنتج بالنسبه لي ما فيهوش اي مشكله خالص، وتبديله طبعا اللي احنا بنسميها خدمه ما بعد البيع. طيب كلميني بقى عن شغل حضرتك، صراحه الشغل روعه تسلمي. والخامه ممتازه. تسلمي، ربنا يخليك. حضرتك مختصه اكتر بلبس السيدات، تمام. كلمينا بقى عنه. بصي انا بدايه يعني زي اي ليدي او زي اي انثى بتحب الشوبينج يعني. انا البدايه بدات معايا كده، انا حابه الشوبينج، حابه فرصه الاختيار، حابه قوي ان انا انقي، ان انا اختار بعنايه. هما دلوقتي عارضين المنتجات على الهوا وانت بتتكلمي طبعا. فالموضوع بالنسبه لي بصراحه كان شغف، كان حب يعني. هو يمكن ملوش علاقه بدراستي خالص او ملوش علاقه بمجال دراستي، بس انا بالنسبه لي الموضوع كان هواية، فدخلته حب، فبالتالي قدرت أدي فيه. طبعا بلس ان انا بعتمد على ناس اوريدي شغلها موثوق فيه جيش يعني. انا حضرتك ده طبعا. طبعا بجد يعني ده اللي بيقولوا عليه الجيش الخفي يعني، اللي فعلا. هو بالظبط. كون ان انا واثقه من السورس اللي انا باخد منه، كون ان انا واثقه من الماتيريال، كون ان انا واثقه من التقفيل المنتج او خروجه بالصوره، ده بيديني ثقه، بيخليني اعرف اتعامل وانا واثقه يعني. اعرف اقول للعميل اللي انا بتعامل معاه المنتج ده صفاته 1 2 3 وانا واثقه ان هم 1 2 3. بس كميه بقى المسجات اللي لقيتها على البيج بتاعك وكميه الشكر بصراحة يعني كتير يعني، عايزة والناس أقول لحضرتك دي بجد أكتر حاجة ممكن تسعدني يعني. أنا إحساسي إن الحاجة بتوصل للعميل بالصورة اللي أنا وصلتها له قبل ما يشوفها وياخد عنها نفس الانطباع بعد ما يشوفها، فعلا دي قمة سعادتي يعني بصراحة. صراحة بيقولوا يعني ميرسي، الحاجة جت كويسة، الخامة كويسة، كل حاجة الحمد يعني لله. الحمد لله. هقول حضرتك حاجة، أنا
يعني ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اكون صريحه مع نفسي واصنف الحاجه بمسماها الطبيعي. يعني سي مثلا انا بتعامل مع منتج مستورد، طبيعي ان انا هسوق له على ان هو مستورد. تمام. لما اجي اتعامل مع منتج مصري ما ينفعش اقول عليه مستورد، المنتج المصري ليه احترامه وليه وجوده في السوق وليه مميزاته، فطبيعي جدا ان انا اكون صريحه مع العميل. أكيد علشان طبعا. اكسب مصداقيته فيما بعد. المصداقيه في كل حاجه هي المهمه. تمام. مادام حضرتك صادقه في الحاجه اللي بتعمليها الناس يعني هتميز البيج بتاعك عن اي حاجه تانية. تمام. وطبعا دي اكتر حاجه انا حريصه عليها وبسعى لها. يعني انا مبدئيا لو حضرتك كعميله وطلبتي حاجه وما عجبتكيش، عادي جدا ان انت ما تتعامليش مع الصفحه تاني، عادي ان انت ما تتعامليش مع الاونر للمكان ده تاني خالص. لكن انا بقى فقدت كتير، انا فقدت حد فعلا انا محتاجه الراي معايا، انا محتاجه فعلا لاراء العملاء دي هيضيفوا ليا على طول الخط. هم صراحه كان معظم اللي على السوشيال ميديا كانوا بيخافوا ان هم يجيبوا اي حاجه، كانت بيبقى حاجه عاجباهم جدا. تمام. والشكل عاجبهم جدا بس بيخافوا علشان للاسف في عدم مصداقيه. اكيد ألو؟ بتبقى موجوده معانا مداخله. الو الو الو، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك، اهلا بيكي. اهلا بيكي في اسرار الحياه. اهلا بحضرتك. معانا معاكي استاذه مروه. اه تمام، ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. انا عايزه احكي عن تجربتي معاكو. انا اوريدي كنت طلبت حاجه من البيت والحمد لله طلعت كويسه من ناحيه الماتيريال والسايز وكل حاجه، وكانت دي اول تجربه ليا. قررت التجربه وفي تاني مره كان السايز فيه مشكله، وبصراحه يعني اللي عجبني بقى في الموضوع ان بكل سهوله تبدلي المنتج في خلال يومين، وده مش بيحصل دايما. ما انا كنت لسه هقول لك يا استاذه، كنت لسه هقول لك الموضوع ده اتحل على طول كده؟ جدا، يعني في خلال يعني تقريبا تاني او تالت يوم كان الاوردر اتبدل بكل سهوله من غير اي تعب ولا مسجز كتير. فبصراحه خدمه ما بعد البيع عندهم تحفه يعني. طيب الحمد لله. يعني انت ايه رايك بس في الموديل والحاجات اللي موجوده؟ الحاجه بصراحه وصلت زي الصوره بالظبط، لان انا كنت طلبت صوره على الطبيعه، فهي مدام ميرا قالت لي ان الحاجه اوريدي متصوره على الطبيعه وان الصور من غير اي ايديت، ففعلا انا الحاجه لما وصلت لي لقيتها نفس ما يعني نفس ما انا شفتها في الصوره بالظبط. طيب تمام. فانا مبسوطه جدا بصراحه بالتجربه دي، وميرسي ليكم ومصداقيتكم. ميرسي ليكي، ده شرف لينا طبعا. احنا شرف لينا طبعا وشرف للاستاذه ميرا. حبيبتي شكرا لحضرتك يا فندم. ميرسي. استاذه ميرا، اتفضلي. الشغل الاونلاين اصبح هو الاساس وبعد كده هيبقى هو الاساس من وجهه نظري؟ حاسه ان هو اصبح الاساس بنسبه 100%. يعني حاسه ان الناس جربت ده وتعاملت بيه وارتاحت له، فبقى بديل كبير جدا جدا للنزول اوريدي للستور او للمحل او المول اللي انا هشتري منه. انا جربت اتعامل اونلاين، وجربت ان الحاجه تجيلي زي ما انا حباها، ووفر عليا كتير. يعني احنا يمكن دلوقتي رتم الحياه سريع شويه اكيد فده خلى الاونلاين بالنسبه لنا وسيله حياه. فبالتالي حاسه بصراحه ان المستقبل ليه في كل حاجه، خصوصا ان احنا اوريدي عصر السوشيال ميديا. يعني لا ده كل حاجه بقت اونلاين. بالظبط، كل حاجه اونلاين تقريبا في الظروف ديت. فعلا الاونلاين بقى اصبح هو الاساس. وبعدين الاونلاين دلوقتي موفر لي فرصه الاختيار، يعني مفيش كمان اكتر من كده. يعني انا بتصادف ان انا ممكن عميل يتصل مني يتصل بيا يطلب مني اكتر من موديل، يعني 3 4 5 موديلات ويوصلوه. عادي جدا هو ينقي واحد ويرجع الباقي وهو قاعد، مفيش مشكله خالص. ما ينزلش، ما يطلعش، مأمن نفسه، مطمن ان الحاجه واصله على قد ما بنقدر. طبعا بنعقم وبنحافظ طبعا على الناحيه الصحيه، امان للعميل وامان لينا. اكيد طبعا الحاجه عندكم متعقمه والمندوب اللي بيوصل برده نفس اكيد دي كلها اجراءات احترازيه كلنا بنقوم بيها حفاظا علينا وعلى العميل، عشان نفضل كاسبين ثقتهم لحد اخر فرصه. طيب مشاهدينا الكرام، ازاي يتواصلوا مع حضرتك؟ طبعا هم يشرفوني على اللينك موجود على الشاشه دلوقتي اكيد. واللينك برده موجود فيه رقم الواتس، انا متاحه للرد 24 ساعه انا وفريق العمل المتابع معايا. واهلا وسهلا بيهم طبعا، يشرفونا ان شاء الله. شرف لينا. حبيبتي معانا مداخله. الو الو الو، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اهلا بيكي في اسرار الحياه، واستاذه ميرا منورانا النهارده. يعني مش عارفه اقول ايه عن ذوقها، بس كفايه التعامل. حبيبتي ميرسي والله، انت الجميله ربنا يخليكي. حبيبتي والله، ومصداقيه والحاجه بالظبط، ويعني يكفي ذوق الحاجه، والحاجه ذوق من وشك بس.
حبيبتي ميرسي والله، هي حلوه بيكوا وليكوا وده شرف ليا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، يا ريت كده كل الاونلاين يبقى بس مصداقيه دي يعني تكفي. ربنا يخليكي والله، شهاده بقى التعامل معاكي، اكيد شهاده نعتز بيها. ان هم كلهم داخلين بيتكلموا عن المصداقيه. حبيبتي والله انا مبسوطه، انا عايزه يعني الحاجه اللي تطلبيها هي بالظبط يعني. الحمد لله الحمد لله، حريصه عليها يعني. نتمنى من الناس اللي هي سامعانا دلوقتي والمشاهدين ان هم يكونوا زي حضرتك كده عندهم مصداقيه. والله هو هيبقى مكسب ليهم قبل العميل. طيب في حاجه بقى، ايه الجديد اللي حضرتك بتحضريه الفتره دي؟ اكيد في حاجه كده جديده حضرتك عايزه تحضريها. والله هقول لحضرتك حاجه، انا يمكن قلت لك في البدايه ان هو مش مجال دراستي ولا تخصصي خالص، فحابه اتقن الموضوع اكتر. يعني انا اوريدي ابتديت اخد كورسات ليها علاقه بالفاشن ديزاين، علاقات سوري كورسز بالخياطه مثلا، رغم ان انا مش من هواياتي ان انا اخيط او افصل بايدي، بس انا حابه اعرف انا بتعامل مع انهي ماتيريال، حابه اعرف احكم على البيس اللي قدامي دي الماتيريال بتاعتها عامله ازاي. طبعا مع كامل احترامي للناس اللي انا بتعامل معاهم، لاني اوريدي انا واثقه فيهم جدا، واثقه في منتجاتهم، بس انا حابه يكون ليا نظره مختلفه عن كوني يعني عندك بشتري شغل. مش بالظبط، انا بيعتبر انا ببيع مش بشتري، فلازم تبقى نظرتي مختلفه او اقدر احكم على الحاجه بنظره اكتر. فده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي. طبعا وهدفي الاساسي ان انا الفيديو بتاعتي تكبر اكتر واكتر، وابقى عندي عملاء اكتر واكتر، ودي حاجه بتضيف ليا حقيقي. انا حاسه ان انا مجرد التعامل مع الناس بيضيف لي، يعني انا مطلوب مني ان انا اتعامل مع اكتر من كاتيجوري، مطلوب مني ان انا اتعامل مع اكتر من سن، كل حد ليه متطلباته، كل حد ليه ذوقه. كنت لسه اقول لك بقى، كل واحد حضرتك بيبقى فيه انواع مختلفه من دي حقيقي. الملابس حقيقي، ولازم يبقى فيه اكتر من ستايل، ولازم يبقى فيه حاجه تناسب كل حد، ولازم ما اعتمدش على ذوقي انا لوحدي بدرجه 100%، لاني انا عارفه ان الناس اذواق زي الناس ما بيقولوا. تمام، فلازم كل حاجه تبقى متوفره. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اضمنها او احاول اضمنها للعميل على كافه الاذواق الماتيريال. متهيألي دي اكتر حاجه كلنا حريصين عليها، كل واحد مع اختلاف ذوقه، لكن اهم حاجه تكون الماتيريال مطابقه زي اللي هم بيشوفوه بالظبط. برضو جنة، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا سمعناها عن حضرتك ان في ناس بيتصلوا بيكي من بلاد تانية ومحافظات تانية، وبيتمنوا ان حضرتك تبعت لهم الحاجه. طب ليه دي يعني حقيقة والله، وانا عارفه ان انا مقصره فيها شويه، بس هو غصب عني. يعني هو فعلا الموضوع الشحن للمحافظات هو موضوع كبير شويه وواسع شويه، بس اكيد اكيد احنا انا بسعى له، واكيد عن قريب جدا هيكون في توصيل للمحافظات. يعني من ضمن الكومنتات اللي انا قريتها بجد بالفعل، انا من ضمن الكومنتات اللي انا قريتها واحده بتقول لك بالله عليك يا استاذه ميرا انا في اسكندريه وعايزه المنتج حقيقي. ده طب يعني الحاجات دي احنا عايزينها توصل للعالم كله، هو مش يمكن المشكله بالنسبه لنا ان شركه الشحن اللي احنا مثلا بنتعامل معاها او المناديب اللي موجودين معايا محتاجين اكتر من اوردر في كل محافظه عشان يسافروا، فعشان انا اجمع كميه الاوردرات دي هضطر اتاخر على العميل. فانا بحاول اكون على قد ما اقدر حريصه على توقيت زمني ما يتعداش ال 48 ساعه يكون المنتج وصل للعميل. فان شاء الله موضوع المحافظات ده يتظبط قريب جدا، انا بامل ليه، ودي حاجه طبعا شرف ليا يعني. يا رب ان شاء الله. احنا بنتمنى والله حضرتك تتوسع في المجال ده، لان بجد انت حضرتك من الناس اللي فعلا بتحب شغلها جداً وبتحب بصراحة المصداقيه مع العميل، ودي اهم حاجه. دي حاجة. طيب برضو من ضمن الشكاوي اللي احنا برضو تعرضناها في الحلقات اللي فاتت، ان حاجه جات لي والحاجه ديت انا مش حباها فيها عيوب او اخدتها وسكت، انا عايزاكي دلوقتي تنصحي المشاهدين اللي بيجي لهم اي منتج من على السوشيال ميديا يعملوا ايه اول ما يستلموا المنتج. لا، لازم المنتج يتشاف ويتفحص بدرجه 100%. انا وصل لي المندوب لحد عندي واوريدي هدفع له الشيبنج بتاعه التوصيل، فانا من حقي استلم اللي يرضيني، من حقي استلم الحاجه اللي انا طلبتها بمواصفات معينه. تمام. فمفيش اي مانع ان حضرتك تستلم الاوردر تشوفيه، تتاكدي من السايز، عادي جدا ان المندوب يقف ينتظر حضرتك 5 دقايق او 10 دقايق. تمام. تبقي مقتنعه بيه بدرجه 100%. على فكره ده هيوفر كتير. يعني انا ما عنديش مشكله ان بعد ما المندوب يرجع ان حضرتك تتصلي تاني تبدلي لاي سبب من الاسباب، بس هو هيوفر لحضرتك، هيوفر ليكي وقت ويوفر ليكي شيء. لا، ما بيحصلش كده يعني. فلا طبعا من حقك، ده ابسط حقوقك ان انت طلبتي حاجه تستلميها زي ما طلبتيها.
تمام فطبعا ده حاجة تمام جميلة. انا صراحة اتشرفت بمعرفة حضرتك الشرف النهاردة، ليا. واتمنى ان شاء الله يكون بينا حلقات استاذة ميرا ان شاء الله على اكيد. الحاجات الجميلة اللي حضرتك بتعرضيها والمنتجات، وان شاء الله نشوفك كده في احلى البيتجات وتنورينا باذن الله. ميرسي ليكي، وانا اللي اتشرفت بجد بوجودي مع حضرتك، وحاجة اكيد هتضيف لي كتير ان شاء الله. ربنا يخليكي يا استاذة ميرا. ميرسي. اتمنى تكون الحلقة ان شاء الله تكون مفيدة للسادة المشاهدين، وان شاء الله انتظروا مننا حلقات تانية مع الشغل الأونلاين في ظل أزمة كورونا.